فيلي من ياسر فقدت الجزء الثاني وقبل ما نكمل معاكم باش نحكيو على اللبسه سبور. توانسه احنا الكلنا مغرومين باللبسه سبور وما فماش تونسي ما يلبسش لبسه سبور سور فيتمون مثلا سبيدري كبير ولا صغير وفي اي مناسبه نحبوا برشا اللبسه سبور راجل مراه طفل صغير كبير الكلنا نحبوا لبسه سبور سورتو كي تبدا اوريجينال. اما السؤال كيفاش نجموا نعرفوا اللبسه اوريجينال ولا لا؟ لهنا برشا يقولوا لك اوريجينال مش صحيحه، ما كيفاش انتم توا تحبوا تتهناوا وتاخذوا كان اللبسه اوريجينال. اليوم جيناكم باحسن ادريس للحوايج هذه، ادريس سبور 100% اوريجينال. هي في الحقيقه احسن عنوان مش كان للاحذيه والملابس الرياضيه كهو، بل تبيع برشا حاجات المعدات الاكسسوارات الرياضيه بما انها المختص الاول مثلا في تسويق التابي رولون في تونس. عند لو سبورتيف، نعم احظوا برشا العنوان هذا لو سبورتيف، تلقى اقوى الماركات العالميه 100% أصلية 100% أوريجينال وبأسعار هي الأفضل ودون نقاش بلا منازع في تونس. لو سبورتيف اليوم عملت تجديد للوكو متاعها، نشوفوا مع بعضنا اللوجو متاعها كان هكا ولا هكا، شوفوا مع بعضنا. دونك اللوجو كان هكا ولا هكا، السيت متاعها كان هكا ولا هكا. التجديد هذا مع السبورتيف مش باش يكون تجديد هكاكا، باش يكون فيه برشا كادوات. ركزوا معايا توا، السبورتيف يعمل سولد سبيسيال يوصل حتى ل 70%، سولد سبيسيال يوصل حتى ل 70% تخفيض على كل الاحذيه والملابس الرياضيه بما فيها لا نوفيل كوليكسيون، معناتها مش كان الحاجات القدم، حتى لا نوفيل كوليكسيون سولد يوصل حتى ل 70%، ومش هذا برك تزيد 10% اضافيه على كاس. معناتها وقت اللي انت تاخذ 50 60 70% سولد وتزيدك 10% اضافيه وقت اللي انت تخلص على كيس، هذا هو الدليل. دونك زيد بقصتك معناها اي معناتها دوبل سولد على كيس ديما عندك ال 10%. ترى كل واحد قدامكم باش نعمل لكم ديفي باش تفيقوا بقيمه السولد اللي موجود عند لو سبورتيف. كل واحد من ضيوفنا قدامه برودوي نتاع لو سبورتيف وكما قلت لكم فيه سولد من 20 حتى ل 70%. مقداد قداش نسبه السولد في اللي قدامك سبادري هذاك المزيان؟ والله يمكن اونتر 30 35. لا 50% حاجه كبيره اللي قدامك. والله انا بصراحه ياسر شباب كان تسمح نوريه للعباد، انا كان جيت مولات البوتيك ما نفوتش 10%، اما باش نطلب من السبورتيف على خاطري انا والجمهوري وحباب قلبي يوصلوا ل 15% ميساج. هو باش يوصلوا ل 40%. 40% برافو برافو. قداش نكملوا منى؟ قداش حسب رايك نسبه السولد اللي قدامك؟ اونتر 10 و 20%. فوالا 20% معناتها ونشوفوا قطعه اوريجينال على الاخر. صدوك 20 لا 30% بارك الله نسبة السولد للي قدامك. أمين والله أنا السيرفيتمون ديما نشري فيهم نوفل ما يبدوش فيهم برشا، ما 10 15. 30% أي سيرفيتمون ديما جديدة ومزيانة 30% والله مزيانة والله نسبة السولد اللي فيها. شوفوا قداش معناتها حاجات جديدة. رياض يا سبورتيف يا رياض يا سبورتيف انا نحس في روحي مارادونا كي شفت شبيب برشا بالحق. نتصور ما بين 30 و 40%. لا 70%. معناتها افهموا السوم تدفع فرصة كبيرة ثلاث سوم. ناويين حسب رايك قداش النسبة السولد اللي قدامك؟ انا يظهر لي حكيت با بلوس كو 20% حتى سي موديل توا معناتها ربيعي هكا صيفي مزيان نسبة السولد 30%. نحب نقول برافو للسبورتيف صراحة. انتم ما طلعتوش اما السبورتيف يفرح بكم يهدي لكم الكادوات هذم وزادة باش يعطيكم كادوات اكسسوار دو سبور اوريجينال للماركة العالمية البريطانية بودي سكولتور. هذايا باش تاخذوا زادة الكادوات مجانا. انتم توانسة اللي تتفرجوا فينا اعملوا افار وخذوا الاوريجينال خاطر السبورتيف سي الحاجة الاوريجينال باحسن افار من عند السبورتيف العنوان الافضل للارتيكل دو سبور في تونس اللي تنجم تلقاه في سكرة المروج سهلول سوسة قفصة
وإذا كنت ما تنجمش تمشي للعناوين هذم ما عليك أن تدخل للموقع الرسمي lesportif.com.tn lesportif.com.tn لسبورتيف تعدي لك الكوموند اللي تحب عليها وتوصل لك القضية الباب الدار. أكثر من هكا دليل، أكثر من هكا سولد، لسبورتيف تتجدد وعطات بارشا كادوات لكم أنتم اللي تتفرجوا فينا. لا مش الكادو يا سادو سبور عطاوني راه تفرج هذايا أنا نعرفها معناها بودي سكولتور الباك وهذايا فيه كل شيء اللي تنجم تراني في سادو سبور. معناها أنت شنو تحب تعمل؟ باش تخدم أبدو رياض 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 هو من المفروض اللي كنت فما ناسك اللي تحسهم حالة ما يؤوس منها أنا وياك وسيدنا من فضلك أنا وصدق الرب قلت جاك سبورتيف تو قلت أنا وياك والصدق هاي باهي هذا كل نهايب ونهايب نزيد للمورال ونعملوا الريجيم ثلاثة ايام مقداد لا مقداد بامل لا مقداد امور واضحة احنا عطانا حاجات مزيانة تاع ستريتشينغ ومع الرشيقة انا ومنو هذه اكسلونت هذه نعرفها فما برشا حاجات مرة سيرتو التوانسة خاطر تحس روحك كلك تحس خاطر كثرة الناس اللي تبيع اوريجينال لو سبورتيف ابار الكاليتي ابار السوام امباتابل تشري الاوريجينال وانت مرتاح. ميرسي بوكو لو سبورتيف. ميرسي. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. معكم دونك في الجزء الثاني من لمن يسهر فقط. تبارك الله برشا ضيوف وبرشا ضيوف متوحشينهم. سمعتوا به التونسي اللي طلع مع الجماعه اللي مشاو للمريخ. اي سمعنا حاجه تشرف وما يحكيوش عليها بلاتو التلفز يحكيو كان على مدير في النازه جمله مش مدير اي في النازه وسمعنا زاد في الصبار الحمد لله خلطت عليكم والله بتو من المريخ السلام عليكم ودجاج جبتكم شويه شنو شويه العاب زيت كذا فما بسيسه في المريخ سعدي فما بسيسه فما كل شيء هذا شوي جو يذكر لي برا يستر عايش اللهم صل على سيدنا مسلمين عليك النقابه نتاع المريخ سي مقداد برشا برشا والله جاوي يا جماعه جاوي جاوي المريخ جاوي نتاع المريخ مري يا غالي عايشك هذوما من المريخ اقرا تلقى ميد ان مريخ لا ظهالي جابهم من سيدي بو مريخ برافو 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 التصفيق على سعدي المريخ مان فوالا مريخ وكيفاش ماني كنت قاعد مع الحومه هنا منظمين رحله لدقه فهمتني كلمت تلقى جماعه يحكي ولا رحله للمريخ قلت دقه المريخ دقه المريخ دقه المريخ بدا قلت المريخ كلمت جماعه اصحابي من الناس اي دقه نعرف كلمت اصحابي كان اي ويذ يو ان مريخ سمعت الناس فهمتني قال السادس كرك تكلمت نص ساعه قبل الحاسيلو خرج الصاروخ خرج الصاروخ خرج من رياض الانجلوس بالضبط بالضبط الستة تاع العشية تقول بالرياض النادي رياض الانجلوس 8 تاع العشية فهمتني خلط الحاسيلو نكلم مراد انا صاحبي فهمتني خلط انا قبل الصاروخ بنص ساعة مراد عنده صاروخه لا لا عنده نقل جماعي نقل جماعي ما تعرف خلي يعني بيه جماعه النقل الجماعي هكا وصلت غادي طلبوا علي البي سي ار فهمتني قلت راه بصراحه ما عنديش المسؤول هذاك قلت راه ما عنديش بي سي ار حبيت نمشي له 10 دولارات فهمتني قال لي لا احنا كوكب محترم راه الرحمه لا اونيت اونيت حاسب 20 دولار هكا هو 20 فهمتني هكا هو الحمد لله لك يا ربي لقيت له المريخ فير اخويا دبرت عصاه وزفاره فهمتني هبطت الصاروخ منه فركيت ودبرت له بلاصه من غير شونجيل وكذا ما فيهاش شونجيل وخلي لي السيد المفاتح نتاع الصاروخ قلت بلكش نبعدها كذا حسيلو امورنا واضحه جونا به خويا غادي يقولك غاديك في دبش لا لا يا ولدي الكابيتان قال لي رانا جوعنا ثم ماكله في المريخ ولا قلت بيان سور ثم ماكله في المريخ طيب تلهم مريخيه بالكرشه فهمتني شنو مريخيه مريخيه ملوخيه مريخيه بالكرشه فهمتني الحمد لله لك يا ربي كلاو لاباس اما تعرف علاش يسمينه الكوكب لحم الرياضه كذبه كذبه حكايه كذبه 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 كبيره يا ولدي باش صوم الارض يطيح فهمتني اما هو مشكل صدق راه مسالون عليك تو بعد قلت لك في الاخر جيب الطرف تساور برا سمك نشوفوه مع بعضنا باش ما تكذبونيش تقول راه ما مشيش راه كذا تعديوا للتصفيره الاولى بالله سعدي هذاك انا ضربه بتاع تونس
سرقنا يعني. برافو واضح تصويره مش مركبه. لا مش مركبه هذاك اللبسه نتاع نحل خطر نحل في المريخ مصلي على النبي فهمتي. وصارف اللي اعداء النجاح باش يبداو يقولوا مركبه صحيح مركبه ما تحبوش كون ينجح. انت رد بالك على روحك خاطر النجم جعفر قاسم يبعثك حد يغتالك. لا لا لاباس هو في زحل وانا في المريخ. التصويره الثانيه يا ربي التصويرة الثانية شنو هذاك؟ حزام المريخ. لا هذاك مقروض المريخ في مقدار. المقروض نتاع المريخ انا احمد المطعم نتاعو كل الخبز المبسس عنا نحن في مقدار. ربي التصويرة الثانية اللي هي باش تفاجئوا. التصويرة الثالثة يا ربي هذه قنطرة ما بين شو اسمها ما بين زحل وعطارد هذو ديجا وينو البترول والملح نتاع المريخ. احتجاجات غادي قنطرة عملوها. التصويرة الثالثة باش تفاجئوا. راسي فلا مخلوف طلع غادي. هذه يا خويا تعدى الوالي نتاع المريخ. الوالي نتاع المريخ تعدى عامل زياره فجائيه. هذيك زرعوا له شجره معناها كيما نحن كيما غادروا كيف كيف شجره نتاع المريخ. اي هذيك الشجره نتاع المريخ بيان سير. انا في المريخ انا في المريخ. ثم تصويره اخرى كان موجوده هذه يا سيدي. ثم ريت الحصال هذيك وتكسير وكذا. ثم مقاول المريخ المقاول اي المقاول في ساعه معناها فهمت كيفاش. قالهم عندي كيما لهنا خلى الخدمه كما كيك وفي ساعه عنده شانتي في كوكب الزهره. الزهره وباش في اوتيك اوتيك نتعديو نتعديو مش في اوتيك نتعديو. هذا المريخ اثنين ما مش اوتيك صفا الشرقيه اثنين المريخ اثنين. هكا هذوما تصاور اللي عندي. لا سمحني سعد البي سي ار انت طالب عليك بي سي ار مريخ عندهم كورونا؟ عندهم كورونا بيان سور يزي بالله والله عندهم كورونا غادي. عندهم كورونا متربي معناها غادي تسال تشاور غادي وعندهم برامج غادي عندهم برنامج غادي يسالوني عليك يا صادق والله. عندهم برنامج كما هكا لما وكل شيء فهمتني في الكوكب الاحمر فهمتني. قلت لهم قالوا لي حاجتنا بالصادق. قلت لهم الله غالب خليه ينشط في تونس الخضراء لهنا. عندنا حصريا ما فهمتش ها التصويره اللي هبطتها النازا. هذا مش سطح المريخ راهو ثبتوا من بعد التصويره. بعد التصويره بعد التصويره بشوي بشويه اغزر اش تطلع ديجان وخيلي انا اي اغزر اش تطلع كي بعدناها نزيدوا من بعدها شويه ماهوش مريخ راهو على ثلاث مرات بعدنا زيدوا بعد شويه. عندي ما قلت خويا واصبح اسم البرنامج لمن يصدق فقط. يعطيك الصحة. باش نسألك سؤال وجاوبني عليه. نتحدى اي واحد انه جاوبني عليه. درابو درابو نتاع امريكا فهمتني وقت اللي في القمر فهمتني ثم ريح وفي القمر وثم علاش علاش يرفرف طونك في القمر ما فماش ريح ما فما حتى هواء. احتجاجك العالم الفرنساوي قالها الحكايه هذه. قالها انا اما الاجابه شنو هي؟ تونسي معناتها بطال قاعد هكا ما يخدم في خدمه لمده 20 سنه يشكك في النازا وفي كذا. لا صحيح قلت لك مش ماهوش يرفرف العالم فما سخانه غادي ماهو سخانه غادي في القمر خويا غادي. لا لا ما فماش يعطي فينا معلومه كمل معلومه صحيحه ما يحبوش الفرنساوي ما يرفرفش خاطر حكايه على الجاذبيه. لا 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 هذيك السخانه خاطر السخانه غادي كما نقولوا نحن سخانه بيور معناها سخانه سخانه مش كما نحن لهنا تجينا سخانه كما نقولوا نحن ثم اسم هذيك يسموها سعدي سعدي والله والله يا نوف والله قسما بالله هذيك سخانه العالم ماهوش يرفرف قاعد يتكمش بالسخانه يظهر اللي هو يرفرف هذيك الحصه نتاع المريخ. سعدي 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 برافو الصاروخ اللي طلع فيه سعدي باش نثبتوا من كلامك باش نبعثوك للشمس الجمعه الجايه. الله يبارك ما ثم حتى ديجا عندي اصحابي غادي في الشمس فما حتى مشكل. يعطيك الصحه سعدي يعطيك الصحه يا بحثوا البحر تلقى نازح مش للشمس. يعطيك الصحه سعدي ميرسي بوكو. يعيشك. اما باهي عندنا تونسي وتونسيه يظهر لي زوز غادي بون هما مش قارين في تونس مش عايشين في تونس ما خلطوش التوانسه ما عندهم ما تنساش نوف بين قوسين بطبيعه الحال زاد نحبوا فما رغم السلبيات الكبيره اللي نعيشوا فيها فما ايجابيات. القمر الصناعي اللي طلع هذاك من روسيا ان شاء الله لو 20 مارس باش يطلع افا مازال ما طلعش لو 20 مارس معناتها اللي عملوه زاد شباب فما 600 مهندس تونسي مهندس محمد عبيد سي تري امبورتون سا حاجه حلوه زاد الامارات تحيه الامارات زاد اللي بعثت مسبار احنا اسمه تحدي واحد تحدي واحد قمر صناعي يوزن 5 كيلوغرام بعد التونسي هذا يعيطوا لتونس يطلع من كازاخستان من روسيا اي ان شاء الله لوفان مارس يقولوا له اجا لتونس بالله اجا وخذها مليون و200 وهو في النازع يخدم مليار و500 في الشهر مليون و200 ياخذ بها مقلوب هو احنا بالله باش نقول فال ما تفهمنيش بالغلط هو ميرسي عملونا قمر صناعي ما كانش نعديو فيه شوف لي حل مش لازم.
علاش باش شوف الحل ما تعنك انت شوف نتفرج فيها ما نفهم باش نعملوا قمر صناعي باش نحطه في الاخر شوف لي حل عام كامل زايد نعملوا حاجه اخرى تفيدنا انت قريت على تنظيرتي انا اللي برشا عباد بارتاجيهم ما قالوش بتاعي انا كتبت لهم شكرا لقناه شوف لي حل ساعه ساعه تعدينا مسلسل اسمه الوطنيه الثانيه والله هي سيفري معناتها ما شيخ انا نشوف كسي ان كونسيبت ولا عند الوطنيه الثانيه واللي هو معناتها سي انتيليجون اللي قاعدوا يعاودوا كيما فما برشا شانات اترانجير وكل شيء فقاعدوا يعاودوا دي برودوي هكاك يا منى اي هذيك حاجه سي انتيليجون باش هو سي انتيليجون كان جيت من الاول قناتي عادات اما كان نشوفوا نومبر الخدامه ونمبر الفلوس اللي تتصرف على الوطنيه اثنين باش في الاخر تعاود لنا مسلسلات عام كامل جو كروا كو انا معاك في هذه يلزم تنتج القناه الوطنيه الثانيه بما انه ماتريال وفلوس وخدامه فوالا نقول لك كان جات كيفاش تولي قناه الاعادات ثمانيه مثلا تعدلنا ان سول برايم مسلسل جديد صحيح ومن بعد اعادات اما قناه اعادات وشيخين وفيها اداره وسكرتير باش تخدم الوطنيه اثنين ابار الاعادات علاش معناتها اعادات وي ومجلس النواب اي لكن وقت اللي يناقشوا البرلمان كسروا لنا روسنا سامحني نوال راهو فيها برامج فيها برامج ما عادش تو فيها برامج حتى مجلس النواب لا 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 فيها برامج لا لا فيها برامج فما نعيمه بن عمار عندها برنامج فما برامج فما محمد المناعي عنده برنامج اسمعني فما نعيمه بن عمار فما محمد محمد مناعي فما فيها برامج وتوا انا سمعت مؤخرا ان هما ماشيين في الانتاج ثاني حاجه الناس مشتاقين ومتوحشين المسلسلات التونسيه القديمه اللي تلموا يا امان امان أو نعرف مشتاقين اما زاد قناه كامله ستركتورها تعاود كان في المسلسلات ريت هذوما البرامج تظلموا افورس يتعداو في قناه يا خويا ما نعطيهم افكار انا قلت لهم يا سيدي هاي فكره جديده ما عندناش فلوس خذوا لنا حلقات مجلس النواب هذوكم ما نعطيهم وكل شيء وعملوا لنا النواب على الباب رمضان هذا حلويس انا ذا مرين وباهين لا مش نواب على الباب نعملوا لهم نواب احنا كل الباب والله والله نغفل بالله ان توا برك امين كان يحكي لي طلع ولد صاحبتي الفنانه الكبيره نحبها برشا ونحترمها برشا ونحب نبوسها ونحييها برشا الفنانه المسرحيه والتلفزيه والسينمائيه هي من رساع اللي توا ديجا قاعده تعاود لها مسلسل الدوار اللي هي حبيبه عبد القادر مقداد واللي خدمت نغم النعوره مع المرحوم مع المخرج اي وخدم وعندها سبيسيفيتي كبيره برشا هيام انها ابار انها استاذه مسرح تقري في معهد عادي هي مختصه في ذوي الاحتياجات الخاصه وكانت تقري في المكفوفين في بير القاسم نحبكم الناس الكل بربي تحيه كبيره لاختي وصاحبتي وهي مرسه انا نبعث لها برشا خاطر عندي برشا مريتاج وهي فعلا رائعه نبعث لها تحيه كبيره حاجه هايله برشا ونحب نعلق على كلامك برافو حكايه مدام هيام ومين تثبت اللي مش بضروره كي الام مبدع يطلع في المبدع او ضعف تضحك سيبو تحيه ليها تحيه ليها نكملوا معاكم توا نشوفوا ضياء مخ الهدراء وبعد نرجع لكم عام 1791 وبالتحديد في فرنسا كان فما قاضي قاعد في البلكون بتاع داره شاف زوز عباد قاعدين يتعاركوا واحد منهم دار للاخر ودغره وخليه يعوم في دمه فما مواطن شاف العمليه ككل ومشى يجري بشنو يمنع كالسيد هذاك وهزه للسبيطار الا انه مات خديك وبحكم انه في القانون الفرنسي في الوقت هذاك كيتمنع شخص في حاله كيف نهكيه تكون انت المتهم الاول او المشتبه فيه وقفوا السيد هذاك وحبسوه السيد هذاك المظلوم نهارت اللي هزوه للمحكمة لقى روحه واقف قدام القاضي اللي شاف العملية ككل واللي هو في حد ذاته ابهت كيفاش انه المتهم ماهوش نفس الشخص اللي شافه بعينيه عمل الجريمة هذيك وبحكم انه في القانون الفرنسي في الوقت هذاك يحكموا بالقرائن والدلائل حكم على السيد هذاك بالإعدام برا يا زمان وامشي يا زمان القاضي هذاك قعد متقلق بالحكاية هذي وخرج للناس الكل وحكى لهم على الملأ وقال لهم اللي هو ظلمك السيد هذاك وهذاك اللي خلى انه الناس الكل هاجت وماجت ودار تعليق وفي واحده من الجلسات اللي كان هو يتراسها وقف قدامه محامي لابس روبه كلها باللكحه وكي سالوا القاضي علاش لابس اللبسه هذيا وعلاش اللون هذاك قال له باش نذكرك بسواد افعالك
وبش نذكرك انك المره الجايه ما عادش تظلم حتى انسان. ومن نهارتها ولت اللبسه هذيك هي لبسه اخواننا المحامين، واللي بعدها بمده زادوها الوشاح الابيض واللي فيه اشاره للامل لك المتهمين. انا واحد من الناس لاني محامي ولاني قاضي ولاني من اهل الاختصاص، واخواننا المحامين والقضاة اعلى عيننا وراسنا، الا اني نعرف حاجه بركه، انه حسب علوم العقاب الغايه من السجن هي الردع، سواء كان على المتهم اللي اثبتت عليه التهمه باش المره الجايه ما يعاودش الصنعه متاعه، والا على العباد اللي عايشين في المجتمع باش انهم يعتبروا منه وما يعملوش نفس الصنعه هذيك. الا اني عمري ما قريت انه العلم ذا قائم على تحطيم الناس وهما في طور التحقيق او اصدار عقوبات قاسيه على جناح خفيفه، واللي ساعات يصدر فيها احكام كيف الاحكام اللي تصدر على الارهابيين. والغلطه لنا مش في القضاة بل في بعض القوانين اللي لازمها تتنقح وتتصلح واللي لازمها تتماشى مع مقتضيات الزمان والتغيرات اللي صايره في عصرنا تو. فمن الحكمه وحصافه الراي وانتم السياد العارفين انه عقوبه السجن زاده كيف ما تكون للردع لازمها تكون للتاهيل. وبقيت باش ان نخمو في هذا على خاطر ياما ناس تحطم مستقبلها وتقصف وتخلطت مع الحابل والنابل في جرة جناح خفيفة، والسجن ما زاد إلا أنه يعمق الجرح متاعهم وخدم العكس متاع الحاجة اللي هو مجعول من أجله. فكيف ما حكيت الناس على سيب الراجل وطبق الـ14، فما برشا ناس ما يعرفهم حد وما سامع بيهم حتى إنسان قاعدين يعيشوا في حالات كيف هكاكة بالضبط وما تبعدش عليها. ونتمنى أنه قضاتنا الشرفاء ينظروا لهم بعين الرحمة، مش بمعنى أنهم يطلقوا سراحهم بل أنهم ينظروا في أمرهم سواء كان بالبراءة ولا يحكم عليهم حكم معقول. من أعظم القيم اللي نجم يعيش بها الإنسان قيمة الحرية، وهذاك علاش الحبس خايب على خاطر يسلبها منه، أما يلزمها تتنحى وتتسلب بالإنسان اللي يستحق أنها تتنحى له. فدعوة لرئيس الدولة، نوابنا، قضاتنا ومحامينا وكل حقوقي موجود في تونس أنهم ينقحوا يصلحوا ويطوروا في بعض هذه الأمور اللي من شأنها أنها باش ترتقي بالدولة متاعنا وأنها تخلينا نحسوا في الدولة هذية بشوية أمان. ونتقابلوا الحلقة الجاية. أعطي الصحة ضياء، ما قعدت على أعصابك قبل ضياء وكذا. فاش أنت قلت لي لا يا مسير فرحان كي واحد نشكر لك الوالدة نتاعك، معناتها تلمون الوالدة نتاعك محلاه أنت ما أنا قدامها حد شيء بيان سور. أي أما نجيب راجل كبير نوفل ما عادش ناخذ عليك. شكون راجل كبير؟ في عز شبابي. ما عادش ناخذ عليك. في عز شبابي ما عادش ناخذ عليك. مقداد. مقداد قلبي يا رجل. لا سنفريندير رجلك. حقا في بالك اللي مقداد جندي كان؟ تعرف المعلومة؟ حتى حكيت لك قبيله في الكوليسه. الله يحفظ الله. لحظه جندي شنو فسر لي؟ يحكي حكيت له نحكي له معناتها معناتها كي قلت له انا الثوره ذي راهو اللي صاير الكل عادي جدا. قلت له نفكر لزاني 80 كنت انا عسكري في الـ في الـ في الـ في معناتها في الجيش العراقي، كنت نقرا في بغداد وحرب ودنيا مقلوبه وقنابل وسامسيس معناها شريت انتم معركه مركه ادخل يا وليد حكايه فارغه هذه. ليه عسكري في الفسره لي هذه؟ صدام حسين قال لك الطلبه العرب اللي يقراوا في العراق انا نوكل فيكم ونشرب فيكم وسكنكم وقت اللي انا توا معناها حرس الجمهوري صار لي مشكل مع ايران انتم تدافعوا عليا فسي جندونا اخويا. انت مشيت معناتها مقدد فيني شاركت في حرب ايران؟ لا عندي برشا نعم شاركت في حرب ايران مقدد فيني؟ اي بيان سور اي وقتلت انا لا ما قتلت شيء اخويا قتلت بان لا لا عاد العراق في شوارع العراق الكل خاطر انا اكثر بلاد نمشي لها العراق من الكراده والعامريه منيله لحظه اما بالحق جيش اما ما تريدش على حد قتلت ولا حاجه لا احنا جيش معناتها اما مثلا لا مش استاذ في الحشد تفدلك عاد لا خاطر سيريو باش نفسر الحشد خليه يفسر اما مثلا تبدا اصحابك سهرت معاهم من غدوه تسمع بيهم ماتوا الكل كان مش تفدليك مثلا في السليمانيه يحطوهم براج فهم كيفاش كاو شيء كبير ياسر معناتها العراق شعب عظيم ياسر ولد عمره 8 سنين كمان جاتي كرسي اول اللي دروا اخويا جناح ايمن يفتق في الكوره الاولاني في الماتيماتيك شيء كبير شعب قاري مقدمه ابن خلدون بدينار مطيشه معناتها الثقافه الكتب الدراسه تذكر هذا تكوين الشعب من الشعب العراقي انا وياك شعب عظيم انا حبيت ان اكد كلام سي مقداد انا نمشي برشا العراق مازلت داير جست قبل كورونا كنت في العراق نمشي العراق الكل اقليم كردستان من العراق بغداد تلمون جيتي فاسيني منهم مره مشيت انا وهلا الذوادي تلمون جيتي فاسيني انه في الجداريات الكل فما تصاور الشهداء فما واحد صديقي مسرحي قال لي ريتيه هذاك قلت له قال لي هذاك اصله تونسي
من الطلبه اللي تحكي عليهم انت. انا بكيت لكن زدت تاثرت اكثر. مش من الطلبه برك، فما توانسه مشاو يحاربوا بإرادتهم. اي ما هذا طالب كيما وفما من الطلبه وفما اللي مشى كيما توا وقت الحرب مع الامريكا فوالا وقت حرب سوريا وكذا توانسه. ومن بعد رجعنا عملنا عرض مسرحيه العواده فضل جعابي فضل الجزيري. وقت جعابي قال لي شنو رايك انت قريت في العراق وتعرف وكذا شنو رايك؟ ما بعرفش تشوف حاجه عجيبه وغريبه. قال لي انت تبالغ. قلت له تو تشوف يا اخي هبط قعد حال فمه تكمل الروايه تاخذ دي في دي نتاعك صوروها سيئة نقاشات شعب يحرك ياسر. اما العراق توا هاربه بينا مش قبل. توا خارجه من حرب. حبينا نقولوا حاجه باش العباد تذكر الفنانه الكبيره ربي يشفاها سعاد محاسن مشات في الحرب الخليج الاولى البطول مشاهز يعانيت من تونس وكانت هي والمرحوم الملحن عبد الحفيظ القلمامي ومشاو للعراق وغناوا غاديكا وراو الله يشفيها. اخر معلومه الجمعه التالي نقيب الفنانين العراقيين الدكتور عبد الجبار الجودي امضى اتفاقيه مع وزاره الصحه العراقيه وزاره الثقافه كل فنان منتسب للنقابة الفنانين العراقيين يعالج بلاش مدى الحياة مهما كان مرضه. بوان على لين. احنا الطب مش لاقين باش يداويو. اي سيدي عبد الشكور. لان كل فنان تونسي لا يسمعه احد. لحظة بلاد اخرى ليه ليه العراق والخليج. خلي نكملوا بلي امين نحب نهدي لك هدية معناتها نوري تصاور عندي ليك تصاور حلوين معناتها تتصوروا بوش دو كانار كيما يعملوا الستار برا. هاي يعملوه البنات خاصة. فوالا وريني كيفاش. البنات وامين. دوك فيسد. وريني. فوالا موني. هيا تكسحي. انا ماني شرب دونك. كيما التصويرة هذه شو محلاها. عنا وليد احنا. وانت تحكي على الجيش. والله لا محلاها حتى شيء. مغروم دو البوش دو كانار. لولا. قريبة شوي. الثانية. يا عيني يا خطير خلي يمشي للجيش هذا سي مقدود. الثالثة باهي باهي يا سي باهي الو نحكي معاك يا سي نوفل. فوالا صغير عاد لازمك تقص الضوء على هويام كي تعداو تصوروا. زيدوني الرابعة بكشي ثلاثة غلطة. بالعكس عادي يا دنايا. باهي عادي لا في الجيش نحيلوا البوش يقعد كل كنارك. اسمع يا نوفل اسم صغر ذي يا راو ماني صغير وكذا وليسي بيش الشباب نصور خويا عادي مش نش دخل جيش في هذا الجو. عم بص الجيش لازم نروح لحكي ينصير من الجيش يفرحوا بيه لازم رجل معناه الرجل كيك لازم العيال وقديت بليت راه هذا معك في الجيش تحارب ولا تكلم رجل ساعة المرايات هذيك غادي اش تعمل؟ وطيح شكون يصور فيه هكا فما شكون يصور فيه في الواحد الرفلي تاع المرايات؟ لا تصور واحد بالتليفون في الرفلي اسكت على روحك. احنا توانسه افورس اختلع احنا توانسه صاروا برشا فضايح على الانستغرام والانترنت والفيسبوك. احنا توانسه ناس برشا ولحظه مثلا واحد تهبط له فضيحه نتفرجوا فيها الكل من بعد نعلقوا نقولوا ما حقوش ما بنتفرجش. فضيحه معناها؟ لا مش انت لا تلقى على اليوتيوب معناتها الناس كل تفرجت تمام ما نمنعش انها فضيحه صغيره معناتها فضيحه صغيره هذاك الجيش صغر بالعكس الجيش نوفل هذا الجيش يشدوا به العدو والله يا نوفل بالعكس والله يحسنوا به العدو نعطيك وقتك باش ما تقولش ظلمني تفضل علق والله لا مش عادي تعديها وتعدى تصور اخرين نعطيك صائر نعطيك كنت صغير نعمل في فازات انت ما كنتش تعرفهم تو قبل معناها فما حاجات ضاربه فهمتي ولا ماهيش بوش دوك مش إذا كانت تسمح فما ترقيعة ولا لحمة ولا تصليحة صغيرة حاب أقول لك عليها هي بيورمون تونيزيان هذه صغير وكبير وثماش بكل كيما مثلا شباب وضعيف روي تشارلز معناتها شفاف وتعمل قلاية خويا معناها شو اسمه ديميس روسوس هكا عرضهم هما ديفيدات ويفتقوا ومشبهم والشبوبية الارتستيك وحدها ما ثماش هذا كبير وصغير. هالانفصال اللي عملتوه بيننا وبينكم اش معناها كبير وصغير؟ هاني انا نعرف حاجات في الصغار انت تعرف ايه مش كبير نقصد انا صغير وقتها انا وقتها نحكي لك شنو 2013 هذيا راهي ولا 2012 صغير اللي سي ماشي اعمل الكاكه زين لا ما وانت تحكي لك كبير به نلعبوا شويه دونس وبعد نكملوا في الحوارات مع بعضنا نستقبلوا يلا نبداو دونس نستقبلوا سيرين ورديم مرحبا 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 عسلامة 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 مرحبا دونك انت هكا كل واحدة باش تعمل دونس يزمو تطلعوا الدونس نتاعها شنو يلا سيرين تفضل
بسم الله العظيم. اي سالين سالين. فسكين. هما هما لحظة. سيسون. يا حمام الطرد. ليه ليه ليه؟ ليش من حمامة يا سيدي؟ الله يطول لك، حسيتها هكا باش تراهم. أفخوك وبي ديكالي. اسمع يا سيدي، عاود عاود الجملة. أفخوك وبي ديكالي. سمعتها لحظة لحظة، إيش معناتها؟ شنو أنا؟ أفخوك وبي ديكالي. والله الشطحة اللي عملتها بتاع العزوزة كتبت تغسل في الزور. والله العظيم هذيك اللي خلطت عليها كانت تردس. قربت ولا ما قربتش؟ افرو تراه نسمعوا الموسيقى، فهم موسيقى الافرو. ها هي ديجا الضربه تاع السكين والدريات. ايجا موني تراه ايجا موني. هاي موني موني، هاي هاي عاد انت تعرف اكثر منا. Put the body on top. I put the honey on top. I put the money on top. I put the money on. That she falling in love. Says she feeling my G. She feeling my style. She loving my touch. Take it low. Your waist is taking over. Shit. Baby girl, the rotate. Baby shoulder. Let's give the sick glass. See ass. I love it when you move it like that. And never seen nobody do it like that. You don't want your baby girl, you know it's all love. Sissy, come over. Just your skin like mocha. بلي باش نسالك تاع عشب دونس، باش نسالك اسكو الدونس معناتها الغنيه تحفظوه دونس كامل ولا كيفاش؟ ولا انت كل غنيه تحفظ لها دونس كامله تتفرج وتحفظها كامله؟ لا كوريغرافي نتاعها. فوالا يلا تراه راني موريني ليكيب ليكيب هذه. باش تعمل لهم حاجه سهله عاد باينه فازيل. تي تيراميسو لحظه ما تجاوبوش هما، رياض مهدي باش طلعها. نوال انا باش نسكت. اي لا لا جمله ما تعملوش عليا في الحكايه. لا يظل لي سهله الشطحه. رياض اعطيني محاضره. واحد تعرف شنو طايح مسروع ولو جونو عم مفتاح ذكر. شادوا له في وضه، شادوا له في وضه، شادوا له في وضه. ولا شفت الدونس عندنا شنو ولا لا ما جاش كيزم اسمها بالفرنساوية. لحظة لا شنو بريك هيب هوب بريك. صحيحة معناتها بريك. يلا صحيتي كيفاش؟ خاطر البريك انا كمان مانيش من ديناصور انا. اي البريك نعرفها معناتها في في الفريزه اللي 90 كان هبطت الاول قلت لك بريك. لا ملول بريك حتى ملول بريك. لا ما تنجمش تاع جيمس براون مقداد. انا عام جيمس براون غنى في كرتاج. صح غنيت جيمس براون في 90 غنى في كرتاج برشا. كيفاش؟ يلا تراه وريهم المورس الثاني والاخير فزاني. مع بعضكم مع بعضكم. ما باش نجاوبوا الاثنين معناتها. اي نشوفوا شكون يجاوب. اوكي ريت فزاني طلعوه برسم. لا مش فزاني، الفزاني جاي راه وريهم. بسم الله العظيم. وي والله وانا سيد والله نعرفها والله نعرفها. كريم قول كريم تكلم كريم. امشي يمين نعرفها يا ربي. نعرفها نعرفها والله يا منى نعرفها والله. هذه ريتها فك لي جو نتاع في طرطوش تلسانك تبدا في لي جو هذوك ما كان يبداو يعملوا. اي شو اسمها حتى انا مش امين امان. اي عاد نعاونوا بالموسيقى بالموسيقى. امشي تراه زومبا 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 ترا سمعونا زومبا زومبا.
محليكم محليكم ميرسي بوكو يعطيكم الصحه بارك الله عليكم ميرسي بوكو تصفيقه كبيره عليهم ميرسي ميرسي بوكو ميرسي بوكو ايجا رياض ايجا صدق رياض عليك ماهيش لعبتكم ايجا تفضل زويز تعرف ايش هذوما سيرين ورانيمو افرو فوالا دونك نجيب لكم زوز دونسوريت وتفهموهم ويفهموكم تفضل ويفهموكم وتفهموهم وجونا التونسي يلا تصفيقه كبيره عليهم ومشي لي الموسيقى يلا مرحبا برضه برضه اعطيني شبحت خيالك لا وسع لا بالك شبحت خيالك لا وسع لا بالك قلبي نقز من الضلوع مشانك قلبي نقز من الضلوع مشانك كيف شبحت خيالك لا وسع لا بالك قلبي نقز من الضلوع مشانك يا نورة العين انت فوق الشمس في العلالي قلبي نقز من الضلوع مشانك قلبي نقز من الضلوع مشانك وانا نايا حزيني يتنهد ويني يكذب عليك بارك الله عليكم مرحبا مرحبا يعطيك الصحة ربي يفضلكم يعطيكم الصحة ميرسي بوكو يلا فاصل صغير ثم سنعود في لمن يسهر